مشاهدينا، وبالعودة إلى قصة غرق الطفلين حيدر وزينب، معنا عبر الهاتف من بغداد والد الضحايا أحمد هادي. سيد أحمد، بداية البقاء في حياتكم، وكان الله في العون على هذه الفاجعة. بداية، هل لك أن تسرد سيد أحمد، هل تسمعني؟ هل لك أن تسرد لنا وللمشاهدين تفصيلات وقوع هذه الحادثة الأليمة منذ البداية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية احنا عائلة عراقية نسكن في بغداد. خرجنا يوم 19/8 من العراق إلى تركيا. كان عندنا نية، احنا عائلة، أنا وزوجتي وعندي 3 أطفال، بنات 2 وولد 1. كنا ناويين نعبر هذا البحر حتى نواصل مسيرة، نوصل إلى أي دولة أوروبية. حالنا حال هاي الآلاف، مئات الآلاف اللي تعبر البحر. صارت عندنا هاي الفاجعة، 2 من أطفالي غرقوا بالزورق الصغير وفقدناهم. شلون صارت هذه الحادثة سيد أحمد؟ نعم، كنا مسوين أكثر من محاولة. هي هاي مو المحاولة الأولى طبعا. أي عراقي أو سوري يعرف الأوضاع الموجودة في أزمير وفي بودروم. طيب، احنا كنا ببودروم، أكثر من شخص قشقتي موجود اتفقنا وياه، بس كانت تصير مشاكل وما تصير لنا طلعة على البحر. واخر وحده اتفقنا مع مهرب. نعم، هسه حاليا اني اليوم اول يوم جيت للعراق. هذا المهرب لزموه السلطات التركيه، وهسه في قبضه العداله ودي يحققون معاه. تركي هو المهرب؟ تركي اسمه؟ لا، هو مو مهرب، الشخص اللي جمع من عندنا فلوس شخص سوري. نعم، بس الفلوس، بس الشبكة المسؤولة تركية، وعلى رأسها المخطط الأول الله يشهد أبو غالب عبد الله الكردي اللي هو أبو غالب. على رأس الشبكة اللي حاولت تهربنا كان هو اللي يسوق المركب. إذا هذا الشخص أبو غالب هو اللي كان يسوق هذا المركب. طيب وين راح؟ احنا كنا، هو نفسه انت تقصد ابو ايلان والد الطفل السوري الغريق؟ نعم، لو تقصد شخص اخر. أنا لا، هو نفسه والد الطفل الله يشهد. انا اتمنى بس يباوع بعيني. طيب بشنو تتهمه؟ شنو باي لقاء؟ نعم، شنو تتهمه سيد احمد؟ نعم، شلون كان هو السبب بحدوث هذه المأساة؟ اول ما اجينا على هذا الزورق الصغير كان هو قاعد خلف المقود، وزوجته وأطفال 2 موجودين معانا. احنا مجموعنا 14، أنا وزوجتي و3 أطفال وسيزار السوري. اليوم أطلقوا سراحه، اليوم خابروني كان بالتوقيف. وأمير حيدر عبد الأمير، هذا زميلي معايا من العراق، اليوم أطلقوا سراحه أيضا، هم اتصل بي اليوم. وعائلة فوخاني، أعتقد فوخاني السورية، عندهم واحد مشلول، عندهم محمد فوخاني وأمهم أتذكر اسمها ماجدة كانت معايا. طيب هو أنتم قبل لا تصعدون للقارب ما كان أكو سائق لهذا القارب يقود القارب؟ أبو إيلان ظهر ويانا مع الزميل حيدر المحرابي في برنامج على الحرة، قال أنه كان أكو شخص تركي يقود هذا المركب. هرب هذا الشخص وترككم، وهو بعدين يعني أخذ القيادة لو شنو؟ أختي العزيزة، يشهد الله هذه القصة ملفقة. طيب شنو القصة الحقيقية؟ أنا أتمنى القصة الحقيقية بالضبط. احنا صعدنا على المركب وكان ابو ايلان هو اللي يقود المركب. اي شخص الله شاهد، اي شخص تركي
غير موجود على القارب. نعم كانوا يهيئون الأتراك، يهيئون الجو، والسواق اللي جابونا سواق السيارات اللي تحمل 5 أشخاص، نعم سيارتين يقودوها أشخاص أتراك وصلونا إلى الزورق. نعم زين سيارات بيضاء جابونا، بس الزورق ما بي أي شخص تركي نهائيا. ومن صار الحادث، من صار الحادث اجى يمنا عبد الله وقام يتوسل بينا يقول لنا اي واحد يسالكم قولوا له انه اكو كان سائق تركي ورمى نفسه بالبحر. اني اتمنى تسوون لقاء اني وهذا الشخص ابو ايلان، خلي بس يباوع بعيوني. طيب هو ليش سوى هاي الخطوه؟ ليش سوى هاي الخطوة؟ يعني ما كان أكو أحد يقدر يمنعه، من شفتوا أنتوا هو دا يقود، هو أيضا يعني خسر أطفاله وعائلته، يعني أكيد ما كان هو المتقصد. نعم مو دفاعا. نعم بس يعني مثل ما تعرف هو أيضا فقد عائلته. اسمحي لي، أنا ما ردت أصعد بهذا الزورق. نعم. إلا لما أبو حسين الشخص السوري اللي أخذ من عندنا فلوس، كل شخص 2500 يورو، إلا طمني قال لي الزورق أمين لدرجة قائد المركب. نعم. عبد الله أبو إيلان هو اللي يقود المركب بمعية العائلة مالته، زوجته وأطفاله 2. هذا الشيء بصراحة طمني أني. بس الشخص إنسان مو طبيعي. نعم. مو طبيعي. أنت إذا سويتي لقاء وياه شوفي. نعم. كلمي معاه. نعم. يعني إنسان مو طبيعي. طيب. وحتى سياقته للمركب ما كانت طبيعية. طيب. وصوت زوجته يشهد الله، صوت زوجته لها ترن في أذني. أبو طيب. غالب أبو غالب أبو غالب تصرخ بكل صوتها. طيب سيد أحمد، جثامين أطفالك الله يرحمهم ويكونوا بعونكم طبعا، ليش لا. تأخرت بالوصول يعني إلى بغداد؟ صار لها أكثر من أسبوع تقريبا. والله أنا أول يوم توفوا أطفالي بقيت أنتظر بقيت أنتظر خبر زوجتي. زوجتي كلش تعبت أول يوم. نعم. يمكن صورتوها وشفتوها كلش تعبت. نعم. ثاني يوم تفاجأت التحقيق يريدون مني معلومات. جوني ساعة 4 الفجر للشقة، جابهم أمير الشخص العراقي معايا، جابهم إلى فندق إيدين هوتيل موجود بودروم، إيدين EDEN أنا موجود به، مقيم أكثر من 10 أيام، موجودة أسمائي هناك وكل الفندق يعرفني. نعم. فجوني ساعة 4:30 الفجر قالوا لازم نكمل التحقيق، ناخذك أنت وزوجتك. طبعا الآن من منبركم ومن صوتكم أشكر جدا المحققين الأتراك، كانوا إنسانيين لدرجة لا توصف، ما ضغطوا علي نهائيا نهائيا. نعم. طيب سؤال أخير وبكلمتين لو سمحت سيد أحمد، هل أبو إيلان كان في حالة سكر أم لا؟ والله صراحة أنا الشخص إذا بحالة سكر أو مو حالة سكر، حاسة الشم عندي كلش ضعيفة، يعني اللي يجلس بجانبي ما أشعر به صراحة، بس تصرفاته هستيرية. يعني لأنه كان أكو اتهام من عمة الطفلين الغريقين يعني أنه هو كان سكران. نعم، عمة الطفلين ما كانت موجودة على القارب. نعم. هي في كردستان عمتهم. نعم. نعم. وكانت في حالة هستيرية. طيب. كانت سكران أو لا. نعم. هذا ما أعرف. نعم. والله. كل الشكر لك سيد أحمد هادي، كنت معنا من بغداد، والد الطفلين الغريقين حيدر وزينب، والبقاء في حياتكم.